يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الصفة الأزلية والصفة القديمة؟ هل الأزلية هي التي ليس لها بداية والقديمة هي التي لها بداية؟ أرجو توضيح ذلك. لا يقال قديمة، إنما يقال أزلية أبدية، أزلية أبدية. أما القديمة هذا إخبار وليس هو، هذا من باب الإخبار فقط، ولهذا لا يقال الله قديم، وإنما يقال أول، هو الأول والآخر، هو الأول والآخر، ولا يقال هو القديم من باب التسمية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التعبير بأزلية أحسن من التعبير بقديمة. نعم.